شرفني وكترني من غير اي حاجه، فاهمني انت ازاي؟ والدنيا كلها على دماغنا. خد يا حبيبه معلمه عسليه. شك. معلمه شك. عسليه زي ما انتم شايفين اهي بتوزع الاكل بنفسها. خد ادي الراجل ده كل واحد واحد. خد يا حبيبي. يا ريت يا ريت اللي يشوف الخير يعمل زي زيه. حبيبي معلمه عسليه حبيبي بتشجع للخير. ناس من عبي من عبي تاني وبنفرق من بدري. بتوزعي كده بقى للناس؟ طبعا فرحانه ومبسوطه طبعا. على فكره شمسي ده حرامي كاميرا. محمود العمده وبمسي عليك يا طه وام هيثم وكل ايه اهل الزقازيق، بمسي عليهم وبقول لهم كل سنه طيبين. يوم عيد بقى طبعا. وسلم عليك يا ام محمود وابلة امل يا جماعه مساهمين معانا في الخير، وبسلم على كل الدنيا كلها وبقول لها كل سنه طيبه، واقول كل اي حد يشوفنا يعمل زي ايه؟ زي المعلمه عسل. قول لي بقى، قولي لي بقى معلمه، دايما الناس عايزه تفرح وعايزه تنبسط في نفس الوقت يعني الخير ده ما بيوقفش. اللي بيحب ربنا صور صور جمهور المعلمه عسليه يا نجم. كلمينا بقى معلمه، يعني شعورك ايه بقى هنا؟ انت كنت وحشنا. اسلامي والله والله العظيم. الشرقيه كلها بتسلم عليك. بسلم على اهل الشرقيه كلهم وكانوا عندي، وبقدم لابلة ناهد كانت من الشرقيه عندي يا جماعه قعدت شهر رمضان. وبحب الشرقيه واهل الشرقيه كلهم واللي بكلمهم. اهل الشرقيه كلهم بيحبوك يا معلم. انا بحبهم كلهم، وكان عندي كام مشكله من الشرقيه. شوفوا ايه رايكم بقى نتصور. الله معلمه عسليه جايبه لي زهريه. هديه هديه هديه. امسك يا ابني. ما جبتيش شجره ليه يا معلمه عسليه؟ انت جايبه لي بدل ما تجيبي لي قفص ورد جايبه لي شجره. كل واحد وقفها طبعا. انت للمعلمه احلى معلمه في الدنيا. حبيبي الإنسانة الجميلة الأصيلة حبيبي اللي بتقول لكل واحد يشتغل بالحلال. الحلال هو اللي بيدوم. الحلال هو اللي بيدوم طبعا. الحلال اللي بيدوم اللي مفيش منه. والأمانة مفيش أحسن منها أكيد طبعا. وحب الناس كنز لا يفنى طبعا. صح ولا كلام غلط؟ عايز أسألك على حاجة 100 100. ربنا يسألك على حاجة. كل يوم جمعة دايما بيبقى فيه اجتماع ودايما بيبقى فيه طبعا الناس بتحب طبعًا. السوق والناس بتيجي السوق نار السوق طعمه برضو الموضوع بتاع اللي نفحت الخير. ساعات بتبقى كل الناس في ناس كتيره دلوقتي طبعا.